شعارات مختلفة وشعارات الملاك في هذا اليوم. المركز الأول الطويلة تتقدم إلى صدارة هذا الشوط، والمقدمة محمد بن خميس الشدي المنصوري يحتل البداية، ولكن بدأ الآن الاندفاع والتواصل من قبل الشاهينية تتواجد على المركز الأول، غيرت المسار وبدلت التحدي في هذه الانطلاقة. سعيد بن حمد بن درويش المنصوري إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصلت هملولة والملكية لتعيب بن محمد بن عمر الشامسي يتواجد على المركز الثاني، إلا أن المركز الثالث هذه اللي وصلت وبرة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع، ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى المركز الرابع، حيث تصل تحذير وظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس الطويله، وهنا محمد بن خميس الشدي المنصوري يتواجد في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصولا ايها الحفل الكريم من قبل مصيحه علي بن حمد العويسي يتواجد في المركز السادس، والمركز السادس بالفعل، بينما المركز السابع وصلتنا سرابة سعيد بن محمد بن مرخان الاكتبي يتواجد على سابع المراكز. المركز الثامن الوصول من قبل منحاف محمد بن مهير بن دري المنصوري، احد الاسامي المهمة في نقاط هذا الشوط والمهمة لنيل الفوز والانتصار. هناك الواعي شعار بالشاوي يقدم نايع بن خلفان بالشاوي الاغفلي، كذلك احد الاسماء الخطيرة وكفة تملية بالترشيحات. المركز العاشر كذلك شعار الغويص سيف بن خلفان الغويص مع مرور صاحبة انجاز في الاسبوع الماضي. هنا الانطلاقات، هنا التحديات، هذه العشرة الاسامي الاولى. هكذا النتيجة مشاهدينا الاعزاء للمساء، الاسامي الاولى المتقدمة، حيث تقدمت من خلال الحول المحليات الاصايل ضمن اشواط الانتاج المعروفة واشواط الانتاج المميزة في انطلاقات هذا الصباح المميز. عودة الى البداية والعودة الى صدارة الشوط. عودة إلى بداية الشوط أيها الحفل الكريم، وعودة إلى الشاهينية، هي من خطفت الناموس، خطفت التحدي. سعيد بن حمد بن درويش المنصوري يتواجد على المركز الأول ليقدم لنا الشاهينية ضمن أشواط الإنتاج. أما المركز الثاني هنا يتقدم ظافر بن هادي بن مسعود الإحبابي، أحد الشعراء الذي يقدمون دائما لنا الجميل، وهي تحذير لترفع كذلك علامة التحذير في انطلاقة هذا الشوط، وأكيد بلا شك معها تحذير المركز الثالث. ننتقل إلى حمد بن سالم بن سليم أهالي المدام في المركز الثالث، وتقديم لنا وبرة هذه السلالة الهملولية حيث تصل إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع سعيد بن محمد بن مرخان الاكتبي، وتقديم مرور إلى المركز الرابع من خلال أو تقديم كذلك سرابة إلى المركز الرابع، بينما مرور تحتل المركز الخامس. هنا يأتي سيف بن خلفان الغويصة السويدي، وصل وخذ المركز الخامس. أهالي مشرف يطالبون أكيد بالتحية والسلام يا أبو منصور. المركز السادس وصلت الآن من حافة، ووصلوا أهالي السمحة، وصلوا أهالي السمحة، وصل بن دري بن دري ليقدم لنا من حافة في هذا الانتصار. محمد بن مهير بن دري المنصوري الآن على المركز السادس. المركز السابع، ننتقل إلى المركز السابع، شعار أبو منصور يقدم الظبي ساري بن محمد بن كراز المهيري الآن من الختم بلا شك في الانطلاقة. يلا سر الساري ليل مع ساري. أما المركز الثامن هناك أبو محمد تعيب بن محمد بن عمر الشامسي يقدم هملول
الأولى هملولة وصيفة الرمز في الموسم قبل الماضي. أما المركز التاسع الآن اللي وصلت الهودة محمد بن حمد بن سهيل الشامسي وصل وخذ المركز التاسع في هذه اللحظات. والمركز العاشر اللي وصل علي بن حمد بن علي العويسي واصلا إلى المركز العاشر. هذه النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء حيث تتواجد هذه الأسماء حيث تتواجد هذه الانطلاقات لنا من خلال تواجد أسمائها وتواجد مشاركاتها. هذه الأسماء اللي حضرت والأسماء اللي وصلت ضمن أشواط إنتاج هذا الأسبوع حيث العودة إلى البداية حيث العودة إلى تحذير هناك في المركز الأول تطير تحذير في القمة تحذير في أداء هذا الشوط. وتأتي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي هو المتقدم الآن تشير لحظات الساعة تشير لحظات التحدي إلى انفرادها بالمركز الأول. هي من قادت هذه الحول المحليات الأصائل إلى حيث خط النهاية في آخر لفة هذا المشوار في آخر تحديات هذا المنعطف من خلال التحدي وأمام حزام الغابات. أما المركز الثاني فننتقل إلى الشاهينية وسعيد بن حمد بن درويش المنصوري يحتل المركز الثاني الآن في ثاني المراكز. وبينما المركز الثالث تتقدم وبرة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي الله يهالي المدام هالي المدام أكيد التحية والسلام لهالي المدام يا شلهوب. ننتقل إلى المركز الرابع في الانطلاقات والتحديات والمسار الجميل. المركز الرابع مرور وسيف هناك سيف بن خلفان القويصة ياتي مشاهدين الاعزاء مع مرور تصل الى المركز الرابع. يلا نشوف المركز الخامس من حاف محمد بن مهير بن دري المنصوري. والمركز السادس وصلت سرابة سعيد بن محمد بن مرخان الاكتبي. المركز السابع هملولة سعيب بن عمر الشامسي يتقدم بمحمد الى المركز السابع في هذه اللحظات. هذه السبع المراكز الاولى. بينما المركز الثامن سلهودة محمد بن حمد بن سهيل الشامسي يصل إلى المركز الثامن. والمركز التاسع ساري بن كرازة المهيري يأتينا تاسعا. بينما المركز العاشر هناك مصيحة علي بن حمد العويسي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. عودة مشاهدينا الكرام إلى البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي لا يزال مع تحذير لترسل ذبذبات التحذير لترسل إشارة التحذير وهي تمر من جسر العبور إلى خط النهاية عودة إلى المركز الثاني. هناك الشاهينية وسعيد بن حمد بن درويش المنصوري يقدم الشاهينية في فرضية وناموس هذا الشوط. تحتل المركز الثاني والثنتين حتى اللحظة ما صدرت عليها أي أوامر. ناخذ المركز الثالث وبرة في المركز الثالث. يأتي حمد بن سالم بن سليم الاكتبي ليقدم وبرة. والمركز الرابع هنا من حافة في المركز الرابع لكن وصلت هملولة محمد بن تعيب بن محمد بن عمر الشامسي يصل ياخذ المركز الرابع. المركز الخامس مرور تقدمت مرور سيف بن خلفان الغويصة. والمركز الخامس من حاف محمد بن مهير بن دري المنصوري. لكن أعود إلى البداية أيها الحبل الكريم وإلى الشاهينية. الشاهينية لا زالت فارضة التحدي والقوة. 1200
على خط النهاية وهالي المرموم في التحية والسلام يا بن درويش يا بن درويش. سعيد بن حمد بن درويش المنصوري الآن يتقدم إلى المركز الأول، لكن حذاري من هملولة، حذاري من هملولة. محمد بن تعيب بن عمر الشامسي يقدم لنا هملولة في المركز الثاني، في المركز الثاني وصلت هملولة، وصلت هملولة، وكذلك الأسماء الأخرى واصلة. دخلنا في أجواء الكيلو الأخير، الكيلو المجنون. آه يا مشاهدين الأعزاء، الانتقالات الشاهينية، الشاهينية تبادل مراكز، وهملولة سيطرت، هملولة 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 سيطرت على المركز الأول. سلام زاخر سلام حتى هذه اللحظة. هنا في انطلاقة هذا الشوط محمد بن تعيب بن عمر الشامسي، وصيفتي الرمز في سن الإذاعة، في سن الإذاعة حضرت اليوم، حضرت اليوم مع الانتاج في أشواط المرموم، في أشواط المرموم. أكيد هذه السلالة الهملولية. وسلام زاخر سلام، سلام زاخر سلام. المركز الثاني اللي وصلت سلهودة، سلطان بن حميد بالكديدة وصل خذ المركز الثاني. أهالي المرموم أيضا يطالبون بالتحية والسلام، ولكن أهالي زاخر الأقرب، أهالي زاخر الأقرب مع السلالة الهملولية، مع هملولة 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 لا زالت في المركز الأول. سلهودة تطالب، سلهودة تحاول في اللحظات الأخيرة، في اللحظات المثيرة، لكن سلام زاخر سلام، سلام زاخر سلام. هنا في انطلاقتها، في تحديها مشاهدين الأعزاء، تظل الأبطال وأبطال، وتظل التحايا والسلامات لأهالي زاخر. تانينا والناموس لمحمد بن تعيب بن عمر الشامسي على فوز هملولة بالمركز الأول. المركز الثاني سلهودة، سلطان بن حميد بالكديدة وصل وخذ المركز الثاني. المركز الثالث من حافة لمحمد بن مهير بن دري المنصوري. المركز الثالث سعيد بن حمد بن درويش هو من وصل وخذ المركز الرابع. مرور خامسا سيف بن خلفان الغويص السويدي. هكذا كانت النتيجة أيها الحفل الكريم، تجول هذا الشوط بين كل الشعارات، ولكن راحت التحية والسلام لأهالي زاخر من خلال الانطلاقات و عشر دقيقة 54 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لمالك هملولة محمد بن تعيب بن عمر الشامسي 12 دقيقة 54 ثانية 9 أجزاء من الثانية. المركز الثاني سلهودة قطعت المسافة 12 دقيقة 56 ثانية 4 أجزاء من الثاني. تانينا والناموس سلطان بن حميد بالكديدة على فوز سلهودة بالمركز الثاني. أما المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كان تحدي من خلال هذا الشوط، ووصولا لمنافساته وانطلاقاته كانت من حافة ب 13 دقيقة ثانيتين جزئين من الثانية. محمد بن مهير بن دري المنصوري، تهانينا والناموس. أشواطنا مستمرة.